دمره نهائيا. الدوله السودانيه دمره نهائي. هسه بيقعد يتكفل على المستنفرين وحتى استنفر النساء. عيب يا اخي، حتى المراه السودانيه زلتوها، زلتونا امام العالم. استنفرتوا النساء، استنفرتوا المواطنين، استنفرتوا حتى الناس، اجبرتوا الناس على الاستنفار كمان. حتى الانسان لما يستنفر بتذبحوه ذاته. ذبحت ناس الكلام عشان ما استنفروا معكم، تذبحوا ناس في الدندر. انتوا صيدتوا خلوتوهم، الدعم السريع جاء قعد معهم، مشى خلاهم، انسحب منه، جيتوا قتلتوهم بدل تقدموا له حمايه، وانتوا المسؤولين من حمايتهم عددوا قصر عشان تعموهم خلوتوهم. دارفور وكردفان فيها 27 مليون مشيتوا فزتوا خلوتوها. تقول لي فرقه منو وجايينك تعالوا في شندي؟ انت متينا؟ انت الجزيره دي ما في السودان ولا شنو؟ الفاشل ما في السودان ولا شنو؟ هسه الواد دارفور اربعه دي برا السودان؟ كردفان دي برا السودان ولا شنو؟ غرب السودان ده كم 20 مليون؟ انت بدل انت ليه احنا نجيك يعني؟ ليه احنا نجيك بس انت ليه ما تجينا يعني؟ شكرا. نمشي لمنصور. منصور عندك رد؟ شكرا جزيلا كسلة للمره الثانيه. في الحقيقه طبعا في ناس يعني متابعين اللايفات دي وبعد ذاك بينقلوا معلومات مضلله لبعض الناس، وبعد ذاك بيجوا عشان يحبوا يصيروا الفتن والمشاكل. اول حاجه احنا دخولنا هنا في منصة كسلة يعني دخولنا يعني لانه شايفين المنصة ما شاء الله عامرة، والناس دي كلها بتاخد وتدي، وانا اساسا ما تابع لاي جهة عسكرية عشان واحد ما يجي راسه مربع يجي يقول لك والله منصور تابع لجهة كده كده كده. واحد اول حاجة انا الشيء اللي خلاني انه اتحرك في الوقت ده بشنو بالضبط شنو؟ اول حاجة انا شايف الحرب ده ماشي يعني ثواني يا كسل يا بيبي، ده انت افتح المايك دقيقه ما تقاطعني دقيقه، نعرف ده بيبي ولا ما بيبي. ثواني يا حبيب، نعرف ده بيبي ولا ما بيبي. يا بيبي ما تقاطعني بس معلش بيبي، ده ما بيبي. يا بيبي افتح المايك لو ده انت. يا بيبي سامعنا؟ ده ما هو فتح المايك. فتح المايك يا كسل. انا نزلته خليه يقدم ثاني. طيب طيب دي فرصتي. اول حاجه الحرب اللي ماشي ده حرب يعني ما بين الدعم السري والجيش، الحرب ده بين الحامش المظلوم والمركز الظالم. يعني قبل سقوط البشير احنا شايفين كان المعامله كيف، بعد سقوط البشير يعني ثوره ديسمبر يعني نفس المجموعه دي، المجموعه اللي متحكمه في الامن والدفاع في السودان، دين هم الأجحد الثورة السودانية. أول حاجة قتلوا المتظاهرين بلا رحمة، فضوا الاعتصام، ده واحد. دين نفس المجموعة اللي هم برفضوا الديمقراطية في السودان. وبالأمس إحنا كلنا شاهدنا تم تعيين وزير خارجية مصري في نفس السياق ده. يعني المؤسسات زي عندك السفارات، سفارة السودان في الخارج بيتحكم فيها ناس أصلا ما سودانيين، يعني البنوك المركزيه، المؤسسات الوطنيه، معظم الناس اللي جوا المؤسسات دي الناس اساسا ما عندهم علاقه بالسودان. ودائما وابدا برفضوا اي حاجه اسمه سلام يعني يودي لتشكيل حكومه وطنيه، اعاده صياغه الجيش والامن والشرطه، الكلام ده هم دايرينه. امشي لمساله بتاع اتفاقيه السلام جوبا ده لما وقعوه في يوم التوقيع، تلفزيون السودان القومي ده رفض ينقل الفعاليه بتاعت الاتفاقيه بتاعت سلام جوبا ده قالوا انه ان احنا ما معترفين. منصور ده كويس اتفضل. ده بيبي انت ده ما هاي لا 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 شفت كيف قالوا انهم هم ما مقتنعين. ما هو دولك ده مش دول قالوا تليفوني هذول جيبوا، قالوا هم اصلا ما مقتنعين بحاجه اسمه اتفاقيه سلام جوبا. ساعة الحركات الثورية المسلحة جات دخلت الخرطوم، بدوا كلهم قاموا بيحجموا حجوم عنصري، قالوا انه النازل وسخوا لنا العاصمة، النازل احنا ما دارينهم، والنازل ما بيشبهونا، النازل ما سودانيين. واليوم زي المنافق ود الشريف يجي يقول لك النازل ناسنا، وبكرة اذا الحرب ده انتهى بكرة حيرجعوا يقيفوا ضدك انت، يقول لك انت ما سوداني انت ما بتاع، لانه النازل اصلا هم منافقين مما خرج المستعمر في السودان. دين اكبر ناس هم المنافقين، الدمر السودان يا عمدل. يعني اليوم بيجوك بوجه، بكره بيجوك بوجه اخر. فانا مشكلتي مع الناس زي اصلا، فما تخموا الناس تجي تقول لنا قال مشكلتنا ان احنا مع الدعم السري، مشكلتنا ان احنا مع الدعم السري. لا، انتم مشكلتكم ما مع الدعم السري، انتم مشكلتكم مع الحامش السوداني كله. الان انا اكد لك تماما انه بيتم استهداف ابناء الحامش
خاصة الناس اللي 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 من دارفور وكردفان بيتم استهدافهم على استهداف إرقي في جميع مؤسسات الدولة، بيتم تمييزهم بالتمييز عنصري وجهوي. يعني انت يقول لك انت اذا ما عايز تدعم الجيش العنصري ده طوال يقول لك انت دعم سري، فانت كمواطن ما عندك علاقة بأي جهتين، انت بيصنفوكم وبقتلوك بواسطة كتائب البراء الإرهابية، فالكلام ده مرفوض. فإذا كان أي مواطن سوداني شريف أنت عايز تقاوم قاوم المجرمين ديل، الناس اللي هم بيصنعوا الميليشيات، يا هم ديل هم اللي يجب إزالتهم، ويجب الجلوس مع كافة السودانيين في طاولة واحدة يحلوا المشكلة دي اليوم قبل بكرة. الآن في أزمة إنسانية، ما في زول بيتكلم عن أزمة إنسانية، بيجوا بيتكلموا بس عن إلا بل بل بل. في مواطنين بموتوا بالجوع بموتوا بالمرض، الإقاصة بيجي بنزل في برسودان بيشيلوا بيدخلوا السوق، ما في زول بيتكلم عن الموضوع ده. كل النشطاء اللي حسي بيشهدوا في الميديا عشان يأكلوا أحلهم عندهم هم جزء من السلطة بتاع برسودان، ما قادرين يتكلموا مع الناس زي يطلعوا إقاصة يمشي يودوا للأهل المشردين دي. فليه أنتوا دائما تكونوا بس في موقف الضعف والذل والإهانة؟ تجي تشحت أنت في بلدك، تشحت ليه؟ تشحت أنت أنت قاعد مش معهم شغال معهم، مفروض أنت تقسم معهم 50-50. وقبل فترة السعد طلع من ناوي قال إنه نحن عايزين نقسم السلطة 50%، كلهم قاموا بالإنصراف بتاعهم، أبو أخ الكيزان المعروفين ديل قاموا يتكلموا. فالناس زيل والله لن يرضى عنك أيها الحامش، والله لن يرضى عنك إذا جيت أنت تحكلهم في خشومهم. ما في إنسان بيرضى عنك أنت كابن حامش تكون موجود في كابينة الدولة دي. الدولة دي شايفينها هم يعني الدولة دي ما يستحق أي مواطن سوداني آخر يكون رئيس. منذ 56 لليوم أتحدى أي زول يقول لي جابوا رئيس من دارفور ولا كردفان. شكرا، كل كتب ونفاق وتطليز. شكرا لك منصور. طيب البراء، براء ابن مالك طبعا انت اتكلمت فيه قبل شوية، فده البراء ذاته جاوه. براء أول حاجة السلام عليكم. السلام عليكم. المنصة فيها ضوابط، أي دول ما بنضبط في المنصة بطوالي بقاش. طبعا 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 طبعا. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، براؤوني يا رسول الله، نبذل الأرواح في سبيل الله، ده أول حاجة نتفق عليها كويس. ويا أخي نحن ما رسلنا دعوة ليكم أنتوا في دارفور عشان تجوا تحاربوا في السودان، أنت اللي بتحدث أنت بتتكلم كويس، وهذا هو كله الدفاع عن الوطن ضد الغزو الأجنبي. إذا كان عاجبك عاجبك، ما عاجبك توقع على الله في سل دولتك. وشكرا. يعني شكرا يعني يا أحمد. يعني أي زول موجود قاعد هناك في المشتركة عاجبه يا قاتل، والبراء ده في تاج راسه، ما عاجبه طوالي طبعا. خارج ما عاجبه خارج طوالي. السودان ما حقت أبوك يا زول، السودان ده حق الكل، أنت اللي تتخارج ترجع الجزيرة العربية بتاعك. ما تقاطع ما تقاطع كويس، ده الخط الأول. بالنسبة للخط الثاني، أي إنسان حاليا في أخواننا في الحرب، حرب مقدسة، الحرب هذه حرب مقدسة، حرب للكرامة. إذا الناس ما اتفقت مع بعض وقفنا مع بعض في خط واحد، وأنا من وقفنا في خط واحد، إن شاء الله البلد حتتفرتك كده ليه، والغيام حتتلمه. أنت لكن أنت الخطاب المتناقض في حد ذاته، وإنت قبل شوية قلت ده الحرب ده برامج واحد اثنين ثلاثة براوني يا رسول الله. أي زول ما أجبه يتخارج، ونحن ما قلنا ما دعينا زول من دارفور يجينا عشان يقاتل معنا. أقل من اثنين ثانية طوال قلت يا جماعة خلينا نتوحد. بالنسبة للناس بالنسبة للناس ما عندنا فتنة، نحن موجودة داخلنا، عندنا نسبة موجودة داخلنا. أنا خطابي كان الأول اتجاه الغرب السودان. الخطاب الثاني للناس اللي معانا نحن في الشريحة، هم عارفين نفسهم يا أحمد، هم عارفين أي إنسان بيحدث نفسه، وإنت عارف نفسك، إنت عارف نفسك تابع، إنت عارف نفسك تابع لأتوغليم، وأنا عارف نفسي تابع لأتوغليم، وكل واحد عارف، أي واحد في قلبه برحرقص برقص كويس. ونحن لنا عن إنسان ولكن يعني هذه ترسل رسالة لناس الجزيرة وشمال السودان، وترسل رسالة لناس أنا عشان كده قلت لكم ما بيفهموها. نحن في الجروبات وصلناها والكلام ده، الجروبات الواتساب والجروبات اللي وصلت. أنت قاعد في ليبيا حسسة؟ قاعد في ليبيا الجماهيرية.
اتولدت هناك في ليبيا ولا مشيت يا دوب؟ اتولدت في ليبيا. اتولدت في ليبيا، ما عندك علاقة بالسودان لكن. اتولدت في ليبيا لكن عايش في السودان. ما عندك علاقة يعني لصيقة، مش انت سوداني، حتى دول اللي بيتنا في فرنسا سوداني، لكن ما عندك علاقة لصيقة بالمجرمين دي. فأنا انتبهت للهجة شوية كده الليبية كده، فحاولت داير أمسكه، ربما يكون مندس جنجبيتي مثلا. أنا طبعا لا عندي شغلة بالجنجبيت ولا عندي شغلة عندنا جنجبيت يا زول، ما عندنا دعامة يا زول بينتحل صفات فراعون ولا لخ، ما اسال غير فراعون ده، قال لك زول بينتحل صفاتهم كمان يا دي الناس يا اخي، يا رجل احنا من اي قنقر والله يا احمد كسل. المهم الفرصة عندي يا اخي. هاي فرصة عندك وعندك نمشي. اولا ولد الشريف شغلك ده ما جاي يا اخوي، زورك ده ما جاي. بيجي يا كسل جاي. انا بصراحة انا والله استغرب لود الشريف ده. اول حاجة انت ما قادر تفتح الكاميرا بتاعتك ولا حتى عندك صورة، ناس حقادين والدعامة غدارين وبيدمروا الاسر. ايوه دقيقة، ايوه الكلام سامع كلامه ده. هو والله زي ما قال اخونا سعد الدين، انت انسان بتقول اسرتك قاعدة في محل الدعم السريع، وبنفس الوقت بتتهم الدعم السريع ناس مجارمه وناس مغتصبين وكده. اسرتك ما في زول يغتصبهم، عرضك محفوظ. اذا كانوا محارمينهم من الاكل والشراب كانوا ماتوا، ما كانوا عايشين للوقت ده. اذا هم اهلك بياكلوا وبيشربوا وامورهم تمام. طيب انت واقف ضد الدعم السريع حاليا بناء على انك شايف الدعم السريع دي عباره عن مكونات معينه وجهات معينه، وانت عندك مشكله معاهم زي ما بتاع الخراون اللي قبل شوية بيجي بيفضفض الضوء ويقول لك الدعم السريع ده غزاة غزاة. يا سلام، زمان لما كنت معاك في صفك وبكاتل معاك في صفك وبكاتل معاك وكنت بتصف حركة، لما كان خليل ابراهيم دخل ام درمان ما خليه الله فيه هجوم. دقوا دقوا يا جماعه، اللايف ده فيه هجوم. اعملوا فيه هجوم تكبيس الله. تكبيس يا شباب وصلوا لي. لاحظتوا قبل شويه فيه هجوم يا جماعه. هاي انت لما كان خليل ابراهيم 2008 جا داخل ام درمان ودخل ام درمان ما خليته زغاوي، حتى التجار الموجودين في سوق ليبيا قاعدين من مئات السنين وقاعدين في ام درمان ما شافوا حتى دارفور يعتقلتوه مصادرته بطاعتهم، ما خليته زغاوي لا في الخرطوم دي الا واعتقلتوه نكلته باسرته. قلت الديل جايين اسسوا دوله الزغاوه الكبرى، وزمان كان مطلعين لنا نحن ابطال الاسي بالسموم عرب الشتات ديل، كان مطلعين انهم ابطال ورجال بيحاربون في الجنوب، بيحاربون في دارفور، بيحاربون في جبال النوبة وغيرها. الان بعد ما اختلف معك، زمان ماشي معك في هواك، الان لما اختلف معك طلع اجنبي، طلع غازي، طلع نيجري، طلع معري مرتزق. انا دار اعرف اللي عنده سك الوطنيه، انتوا اللي عنده سك الوطنيه عشان يوزع الوطنيه دي، الليله ده سوداني وده بكره ما سوداني، منو اللي اداكم الحق؟ هل انتوا قدمتوا رجال اكثر مننا؟ هل انتوا لما السودان ده يتحرر هل انتوا قدمتوا رجال في الميدان في معركه كرري دي اكثر مننا؟ لما الشاعر قال كرر وتحدث عن رجال كالاسود الضاريه، هل انت ديل جدودك؟ انت ديل ما جدودك؟ لو كان ديل جدودك ما كان المهدي طلع من هناك من نهر النيل تنقش 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 لحد ما جاء في الغرب هناك وسلم لهم وسمام الانصار، ما كان يمشي تاني اي منطقه، حتى لو انت كنت من الجزيره ولا من اي مكان يمشي مناطقكم دي. ليه جاء هناك؟ جاء هناك في كردفان ودارفور وسمام الانصار لانه ما لقى رجال، بكل اختصار ما لقى رجال، عشان كده رجع ومشى لمكان الرجال. فلذلك ما تيجي تتكلم تقول والله يا اخي انتوا والله الفاشر دي ما بتقدر على الفاشر ده، امره محسوم بالنسبه لنا دي بيننا وبين فرنجاياتنا، نحن مضطرين نحرر امثال بيبي ده. بيبي ده ضحيه لخطابك انت، خطاب اسمه خطاب التنميط. انت ما من الرجال بيواجهوا الدعم السريع. اذا كان ما قادر حاليا تفتح كاميرتك تواجهنا هنا على مستوى السوشيال ميديا في المنصه هنا، وقاعد تتعذر وتخلق 100 اعذار حاليا، ممكن انا اخلق لك 100 عذر، تخلق لنا 100 عذار ودعاها وبيقتصوا بيسووا اسرتي وبتاع. نحن لو بنستهدف اسر ما كان حققنا انتصارات، نحن لو بنستهدف اسر ما كان يعني استلمنا دارفور بنسبه 80%. مداخله بسيطه وبعدك نمشي لود الشريف قبل ما تكمل. طيب يلا نحن هسي قبيل الصفحه اللي جا دخل بيها ده مع بيبي، ولو بيبي برضه نقول له اشتري لك شريعه فري لانه الواي فاي هنا ما نافع.
وهذا واحد. اثنين الموضوع بتاع بيبي ده طبعا شايف جدا لانه الناس دي فاتوا بيتهم عديل والمهم. فانا بشوفه ده يعني انتم بتشوفوه انه والله يا اخي نقدر نوصل لك رساله انه بيت جارك ذاك دقه الطيران انت بقى المفروض تقف مع الجيش وقدرت توصل لي رساله انه والله يا اخي احنا وصلنا بيتكم يا حوده وما تقل ادبك. وانا كمان رسالتي بشوفه انه ده تهديد يعني زي ما هو حددنا في التواصل الاجتماعي احنا برضه وصلنا بيتهم ونحدده وكده. فيا ريت تتطرق لنا في الموضوع ده ونمشي قدام. ما نحن نهدد بيبي عشان شنو؟ هل البيت فيه احد حاليا موجود فيه؟ اذا كان اسرته موجوده حاليا معليش ممكن والله يقول الناس هددوا اسرتي واسرتي ساينيننا والكلام ده. الناس دي مش صوروا له رساله واحده في 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 في, في, في التزيين موجود. قال لي انت قلت ان احنا ممنوع احنا ما في الفاشر وما حنقدر ندخل لانه زول ده كان قاعد يحلف وقاعد يقول لهم والله الفاشر ده عصيه على الجنجويت وما حتقدر تدخل الفاشر وما ادراك وشنو عشان نثبت له. وبعد تاريخ اليوم 11/11/2024 نحن موجودين في في في, في الفاشر. وبعدين بيتهم ده طرف يعني قال لا نحن والله جينا راجعين بيتكم ده محل بيتكم ده حررنا زمان نحن جايين راجعين من قدام نحن قدام جنب الفرقه هناك. قال انا حجينا بس عشان ناكد لك نوريك نحن من بيتكم خليك من الفاشر نحن في بيتكم وده بيتكم ونوريك الذكريات بتاعتك ودي